تبقى معمولة لأول مرة عشان خاطر تقريبا يعني من وجهة نظرنا، ونشوف برضو هنجدد في الصورة في اللي هم الحاجات اللي هي الجديدة اللي شبه كده. حاول تشتري بموضوع طول القدم ده، مفيد لكل الناس. الشيء داخل علينا بمحتاج الكلام ده طبعا. دي جديدة زيرو 38، طول القدم بتاعها 25.5 سم. من الفرد اللي بصوا الناس بتدور عليها، لو مناسبة قولولنا، لو مش مناسبة نشتغل على الطريقة بتاعتنا القديمة زي ما انت شايف كده يا باشا. برضو ميموري فوم النايك الاير دي، من الفرد فردة كده مزيكا، بصوا مزيكا. طبعا دي عشان ما حدش يفتكر ان هي مقطوعة ولا حاجة، لا ده خيط زيادة او للنساء، لميع كده والنظافة بتاعته والكواليتي بتاعه ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم، مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله الناس كلها يا رب تكون بخير باذن الله. احنا طبعا اللي ما عرفناهوش، احنا بنشتغل في الاحذيه الاصليه بس، ما بنشتغلش كوبي خالص نهائي نهائي نهائي. بنشتغل سوبر كريم، استخدم بسيط عشان اللي ما يعرفش المسميات، وبنشتغل جديد. الجديد ليه سعر والسوبر كريم ليه سعر، كل حاجه عندنا لها سعر، بس احنا شغالين اصلي فقط، ما بنشتغلش غير اصلي بس. تقدر تطلب مننا الاوردرات دي او الشغل ده عن طريق الواتساب اللي بنحطه هنا، بنسيبه دايما هنا دايما، ده الرقم بتاع الواتساب، وكل فيديو ليه واتساب مخصوص. يعني الفيديو ده هو ده الواتساب بتاعه، تقدر تطلب منه، هو الرقم ده الوحيد اللي يقدر يتابعك ويساعدك في الموضوع ده ان شاء الله. اللي يعجبه اي حاجه سكرين شوت ويبعت الرقم ده. يلا بينا نوريكم الحاجات عشان ما ناخدش من وقتكم كتير، شغل كتير، حاجات هتعجبكم باذن الله. هنجرب كده طريقه في التصوير جديده ان شاء الله تعجبكم قريب. انا مش هزر، خلي بس الموبايل بس، او خلي بس الشوز بس هو اللي يظهر ان شاء الله. لو عجبتكم الطريقه دي نكمل فيها على طول، عشان احنا بس هدفنا ان احنا نوريكم منتج بطريقه حلوه وتكون شكلها كويس، افضل من انا اكون واضح في الصوره او باين في الصوره وعمال مثلا اصور لك. لا انا هظهر الجزمه بس، ونشوف الطريقه دي لو عجبتكم نكمل فيها على طول. طب قولوا لنا بقى الطريقه دي حلوه ولا نفضل نصور زي ما بنصور كده. يلا بينا هنبدا كده يا جماعه باول قطعه. دي قطعه دي سكتشر، قطعه مميزه جدا. 37.5 طول القدم، 24.5 سم سكتشر، ميمري فوم النعل بتاعها ده، النعل ده ميمري فوم، يعني بتدوس كده بيحفظ الدرجه بتاعت الصوابع بتاعت الرجل. فردن الفرد الجميله جدا، مميزه قوي دي، درجه بتاعتها دي سوبر كده كريم. بص مفيش اوضح من كده، يعني انا بوضح لك الجزمه من كل الاتجاهات عشان تعرف ايه اللي هيجي لك بالظبط. لو عليت الكواليتي هتتفرج على صوره مزيكا. قطعه دي سكتشر، فرده مميزه جدا، من الفرد القويه جدا، دي جديده مش مستعمله. دي سامبل مكتوب عليها من هنا، ايه الناس اللي مش عارفه موضوع السامبل ده، بصوا سامبل مكتوب عليها من هنا اهو، سامبل نوت فور سيل اهو، ان شاء الله تكون واضحه. عين هنا ايه، سامبل نوت فور سيل، دي بتبقى عينه تجربه، بتبقى معموله لاول مره عشان خاطر يعني يعملوا منها منتجات ثانيه وكده. طبعا دي سكتشر، العلامه دي الجديده بتاعت سكتشر، فرده محترمه جدا، ودي مقاسها 36.5، لبس 37 لان هي ستريتش، فرده ستريتش، فرده محترمه قوي. الفرده دي جوردن، من الفرد الجميله جدا 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 جدا، 38، فرده محترمه قوي زي ما انت شايف كده. اظن الطريقه اللي احنا بنتصور بيها دلوقتي دي افضل من الطريقه الثانيه تقريبا يعني من وجهه نظرنا، ونشوف برضه هنجدد في الصوره، حاول نعمل لوكيشن مختلف عن اللي احنا بنصور فيه ده، هنا هيبقى افضل بكتير ان شاء الله. وده مقاسها 38، طول القدم بتاعها 24 سم، من الفرد القويه وتبقى غاليه جدا بره. دي الفرده دي برضه سكتشر، مقاس 36، طول القدم 8، الفرده دي برضه سكتشر، فرده من الفرد الحلوه السوداء، الحاجات دي بتبقى مطلوبه للمدارس جدا، لونها اسود ساده وسليب مكتوب عليها سليب ريزيستنت، ضد الزحلقه، حاجه يعني مميزه جدا عشان ما تزحلقكش وانت ماشي. من الفرد اللي بص يعني مدارس والكلام ده بيحتاجوا الكلام ده جدا، ومريحه، نعلها مريح جدا السكتشر دي. عندك النايك دي، نايك اس بي، النايك الاس دي، الاس بي دي 38، طول القدم بتاعها 8، طول القدم 24 سم، طول القدم 24 سم، من الفرد المحترمه جدا زي ما انت شايف كده. الفرده كانك قاعد معايا في المحل او في المقصد. لو طريقه التصوير دي حلوه قولوا لنا يا جماعه عشان نكمل فيها على طول. الفرده دي يا جماعه 36 طول قدم، 23 سم، 36 سكتشر، دي سوبر 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 كريم. طبعا دي ما يعني بنمسحها كده طبعا تبقى جديده، فنوضح لكم دايما برده كل حاجه. فرده زيرو، الفرده دي اشتريها من التوكيل عندنا هنا، تلاقيها بارقام خزعبليه. احنا عندنا الحاجات دي اسعارها مخفضه جدا جدا، حتى الجديد سعره ما بيتعداش ابدا ال 1000 جنيه في اللي هم الحاجات اللي هي الجديده اللي شبه كده. ده بنوريكم الاول الحريمي بعد كده نوريكم الرجالي، يعني لو الفيديو طول هنقسمه على على جزئين ان شاء الله. دي سكتشر برده، حاجه برده سليب ريزيستنت، ضد الزحلقه زي ما انت شايف كده، مكتوب عليها ان هي ما بتزحلقش. الكلام ده معمول عشان خاطر رجليك تبقى زي ما انت شايف كده، بصوا عامل زي كاوتش العربيه من تحت. طبعا لونها اسود، الناس اللي في مدارس او الناس اللي في مطاعم الشغل ده بيبقى حلو جدا، او الناس اللي هي بتلبس نقاب بيبقوا عايزين حاجه سودة، فطبعا دي حاجه مميزه جدا. فرد سكتشر يا جماعه، طبعا اللي عرفنا كويس عارف احنا بنشتغل في ايه، واللي ما عرفناش واول مره يشوفنا تحب اقول له ان احنا بنشتغل في الحاجات الاصلي بس. بص القطعه دي عالميه، سكتشر سليب
ريزيستنت ضد الزحلقه، دي جديده زيرو ما فيهاش اي حاجه خالص، فرده محترمه قوي. طول القدم بتاعها 24 سم ونص. حاول تشتري بموضوع طول القدم ده، مفيد لكل الناس اللي بتشتري واللي بتبيع كمان. موضوع طول القدم ده هو افيد حاجه تعرف تشتري بيها خالص اهو. اظن الجزمه واضحه جدا. دي برده سكتشر برده مكتوب عليها برده سامبل نوت فور سيل، اهي سامبل نوت فور سيل، عينه مش للبيع. العينه دي دايما بيبقى مقاسها 36 ونص 37 في بعض الشيء زي ما انت شايف كده. ميموري فوم، الفرش بتاعها برده ميموري فوم. اير كلاود بيعمل تبريد للهواء وانت ماشي. الاير كلاود دايما تلاقيه بيجي كده، ايه بيجي مزرف كده من هنا، بيجي مفتح عشان يعمل تهويه لفتحات رجليك. فرده برده محترمه جدا ومقاسها صغير شويه 36. سكتشر بلاك، احنا شغالين على البلاك لحد بصوا لما تزهقوا مننا. 37 ونص، 24 سنتي ونص السكتشر دي. سليب ريزيستنت ضد الزحلقه. كل ده كان مرتجعات بره في اوروبا مش مستعمل، مرتجعات مش مستعمله زي ما انت شايف كده. الصوره واضحه وخير دليل على الايه، على المنتج بتاعنا. بص القطعه دي بقى عالميه، الفرش بتاعها او البتاع بتاعها بصوا الملمس بتاعها عامل زي القطيفه زي ما انت شايف كده، قطيفه يا باشا. واير كلاود، اير كلاود فرش من الفروش اللي بارقام اصلا، يعني الفرش ده اصلا لوحده بارقام كبيره جدا، معموله كده عشان خاطر البرد. هي من جوه كلها، من جوه كلها يعتبر فرو كده مبطنه، تنفع جدا في الشتاء. الشتاء داخل علينا بنحتاج الكلام ده. طبعا دي جديده زيرو، ودي ثمنها 750 جنيه. اهو انا بقول سعر برضو عينه من الشغل، احنا اسعار دايما ما بنحبش نقولها عشان ما يحصلش مشكله، لان في بعض المنتجات بتبقى موجوده في سكتشر دلوقتي حالا او في اديداس او في اي براند تاني. فانا بحاول اقول الناس في الفيديو هو عشان بس الناس اللي بتسال تقول لك انت ما بتقولش ليه الاسعار. بص دي حته بانس كده، حته بانس ما شاء الله عالميه، بانس مش اي بانس، بانس ايه سكتشر ما شاء الله، برضو سليب ريزيستنت ما بتزحلقش، ميموري فوم. انت لابس بانس مريح. دي 38 طول القدم، 38 طول القدم بتاعها 25 سم ونص. الصوره واضحه جدا يا جماعه، مش محتاجه اي كلام زي ما انت شايف. دي برضو سكتشر مقاس 36، من الفرد اللي بصوا الناس بتدور عليها على النت وفي اي مكان، وصعب تلاقيه عند حد اصلي. فضل الله كل اللي انت بتشوفه ده اصلي 100% وبالضمان. معاك 14 يوم تقدر تكشف عليها في التوكيل وتتاكد من من صحه المنتج. عندك البومه دي برضو، شويه بومه كده نديها برضو، شويه بومه دي مقاس 38. البومه دي فرده محترمه، نعلها برضو نعلها جامد، فرده جامده. بصوا نحاول نوضح لكم كل تفصيله في الشوز بالطريقه بتاعه التصوير الجديد دي. لو مناسبه قولوا لنا، لو مش مناسبه نشتغل على الطريقه بتاعتنا القديمه. دي حته ريبوك مقاسها 39، 25 سنتي طول القدم، 25 سنتي زي ما انت شايف كده يا باشا. احنا بنحاول نبتكر تصوير وطريقه جديده عشان خاطر برضو يبقى لينا ايه، يبقى لينا شكلنا ومنظرنا اللي الناس تحبه، ما نبقاش بنعمل برضو ايه اي حاجه وخلاص، لا يبقى الشغل باين واضح جدا جدا. طبعا دي جديده. فرده زي دي برضو سكتشر، برضو ميموري فوم، بس هي من غير حشو. طبعا الفرده لما بتحط فيها الحشو بتبان جدا وبتظهر جدا زي ما انت شايف كده اهو، مش معاش يفتكر ان ده عيب ولا حاجه، لا كلها جلد. فرده من الفرد الجميله جدا، برضو مقاسها 37، 24 سنتي ونص. الحاجات دي ببلاش يا جماعه والله. هنكمل بقى بيت الفيديو كده، لان حاسس ان انا مش بطبيعتي خالص، مش عارف اخد راحتي كده، وحاسس ان انا ورا الكاميرا مش شايف انا بقول ايه. كمل بيت الفيديو بالطريقه بتاعتنا المعتاده، وقولوا لنا في الجزء الاولاني او كده لو الفيديو ده اتقسم جزئين، التصوير اللي قبل كده افضل ولا ده الافضل، نحاول نطور برضو ايه من شغلنا معاكم يعني ان شاء الله. دي مقاسها 38 ونص طول القدم، 24 سنتي. الفرده دي فرده محترمه شياكه، النايك الاير دي من الفرد العاليه قوي قوي قوي، الاير ماكس زي ما انت شايف كده باشا. طبعا دي زي الزيرو بالظبط، دي في الجديد بتبقى غاليه قوي قوي قوي، وعندنا في التوكيل بتعدي ال 4000 جنيه عشان تبقى عارف سعرها. برده عندنا الحته الحلوه دي الشياكه دي، سكتشر من الفرد الجميله، سامبل نوت فور سيل، عينه مش للبيع. طبعا ده جديد مش مستعمل يا جماعه خالص زي ما انت شايف كده، فرده قويه فلات، فرده كده مزيكا. بصوا مزيكا 36 مقاسها، الفرده دي مقاسها 36 طول القدم، 23 سنتي طول القدم. فرده حلوه، جايز في الفيديو تبان ان هي على بني شويه بس هي اسود. برده سليب ريزيستنت ضد الزحلقه، ما بتزحلقش زي ما انت شايف كده. مواصفات السكتشر بيبقى مواصفات سكتشر تاني، 36 ونص، 23 سنتي ونص سكتشر. بص عايز سكتشر
هتاخد سكتشر زي ما انت عاوز. طبعا دي عشان ما حدش يفتكر ان هي مقطوعه ولا حاجه، لا ده خيط زياده. الناحيه الثانيه نفس الموضوع اهو، بنوضح كل حاجه للناس كلها، فرده محترمه. الناس اللي متعوده على السكتشر بس للاسف في المقاسات اللي موجوده مقاساتها صغيره، ما عندناش مقاسات كبيره منهم. دي حته كده برضو ايه تنفع مناسبات وكده، بكعب شويه، مقاس 38 طول القدم 25 سنتي، حد مثلا عنده فرح ولا حاجه، كعب عالي برضو ايه. الحاجات دي بتبقى مطلوبه دايما للحريم او للنساء اهو زي ما انت شايف كده. فرده بص خطيره جدا، اقل سعر ممكن تلاقيه في مصر عندنا بفضل الله في اي حاجه جديد او سوبر كريم، اقل سعر في مصر. طبعا دي جديده ايه، مش ملبوسه خالص زي ما احنا بنوريكم. خش على شويه الحاجات الثانيه، دي مقاسها 38 ونص طول قدم 24 سنتي، سكتش نايك فلات، فرده بالفرد الحلوه، النايك بتاعها كده فيه لميع كده زي ذهبي، فرده ما شاء الله حلوه جدا. هنبدا نطلع شويه بالمقاسات اكبر شويه، بس دول برده في كام قطعه لسه سكتشر موجودين معانا. دي برده سامبل نوت فور سيل، عينه مش للبيع. السامبل بص يا باشا، يعني لو هنقدر نقول، كنا زمان بنقول ايه التصوير بيظلم الشغل، المره دي احنا بنقول التصوير ان شاء الله هيوري الشغل شويه، الحلاوه بتاعته والنظافه بتاعته والكواليتي بتاعه ان شاء الله باذن الله. نحاول نجتهد جدا في التصوير ونكلف عشان نوريكم مستوى من الشغل يبقى نضيف. والله صارفين ارقام كبيره قوي عشان التصوير يطلع بالجوده اللي هو المفروض يطلع عليها ان شاء الله.